جمعية ديالكم كنقدم لكم اسم الجمعية ديالنا، رئيس جمعية السلام للتنمية الاجتماعية والإنعاش الفلاحي بدوار العدارة ياسين الدامون. كنحيي جميع الإخوان القيمين على هذا النشاط هذا، وهذا الشيء هذا كيشرف بزاف، وتحية لكافة الأعضاء المجتمع المدني ولا أعضاء الجماعة المحلية جماعة العواورة ولا جماعة العرايش. كنحييهم بالاستقبال ديال الحضور ديالهم لهنايا وكيشرفونا، وكنشكر الطاقم الصحفي وكنشكر جميع اعضاء الجمعيات. احنا كما قال سي بوسلام كنحييه بالحضور ديالو من جمعيه بكاره اللي الثقافه والبيئه بدوار بكاره، والحضور ديالهم معنا هنايا وشرفونا احسن تشريف. والجمعيه ديال الفضاء الاخضر كنحييها وتستمر في هذه الانشطه هذه بمناسبه يوم العالمي للمراه 8 مارس. هذا شرف لنا كبير، كيف ما قالوا الاخوان اول مره كنشوفوا هذا الشيء كيتبلور على ارض الواقع، وكيكون مثل هذه الانشطه هذه في عالم قروي اللي كان مهمش ومنسي. الحمد لله تضافر الجهد ديال الجمعيات، بدينا من 2009 مع بعضنا احنا كشبكه الجمعيات اللي استطعنا نحققوا شي اشياء واشياء اخرى في الطريق ان شاء الله الرحمن الرحيم يمكن لها تحقق. وانا فرحان بزاف حيت معنا ناس اللي باغيين الخير لهذه المناطق هذو، باغيين يخدموا، وشكرا.